يسعى برنامج إعداد العلماء الإماراتيين إلى تخريج نخبة من الكفاءات العلمية الشابة والمؤهلة لنشر قيم الإسلام السمحة وتعاليمه السامية، والإسهام في الحفاظ على الأمن الروحي للمجتمع الإماراتي والتأثير الإيجابي في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية، وتوسيع الإشعاع الديني والفكري المتزايد لدولة الإمارات في العالم الإسلامي خاصة وعلى الصعيد الدولي عموما. ويتطلع البرنامج لتحقيق رؤية عالم إماراتي عالمي في حركته، إنساني في خطابه، مؤمن بهويته، واع بالعالم من حوله، يجمع بين فهم الواقع ومعرفة الواجب فيه، قادر على الإسهام في النهضة والتنمية وترسيخ قيم التعايش السعيد، سفير لدينه وأمته ووطنه. الحمد لله رب العالمين على هذا القبول في برنامج إعداد العلماء الإماراتيين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن كنا من ضمن هذه المجموعة والفئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأشكر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وسيدي صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد الراعي الرسمي لهذا المشروع. جزاهم الله خير على الثقة وعلى دعمهم الدائم لشباب الوطن، وإن شاء الله نكون قد الثقة هذه، وبإذن الله في المستقبل إن شاء الله نكون مثل ما هم رسموا الطموحات، اللي هي طموحات الفكر الديني المتسامح المسالم في المجتمع المسلم. إن شاء الله نكون على قد الثقة اللي منحونا إياها بإذن الله. ويشرف على البرنامج معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيا رئيس منتدى تعزيز السلم في أبو ظبي. هذا البرنامج كما قلت له طبيعة خاصة، وإن كان هو ليس بدعا من القول ولا بدعة من العمل بالنسبة للرؤية العامة الإمارات، فهو مبادرة من هذه المبادرات التي تقوم فيها البلد الطيب بإشراف هذه القيادة المباركة أبناء الشيخ زايد في بيت زايد. كونه يندرج في هذه الرؤية الكونية ذات الأبعاد المختلفة يعطيه نكهة خاصة وفرادة ينفرد بها عن سائر البرامج التعليمية التقليدية، ولهذا فهو يعتمد بالإضافة إلى النصوص يعتمد على المقاصد. ويهدف البرنامج إلى إعداد علماء إماراتيين مؤهلين لنشر خطاب الوسطية والسلم، قادرين على تصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ اختيارات المجتمع الإماراتي والإسهام في تحقيق الغايات الكبرى لقيادته الرشيدة وتكوين مجموعة من الشباب الإماراتيين تحمل معرفة دينية صحيحة وفاعلة في إطار ثوابت الإسلام ومقاصده.